بنهاية هذا الدرس رح تتمكن من معرفة جميع حروف الإنجليزية ونطقها بشكل صحيح. رح نتبع طريقة خاصة لتساعدك على تصليح مخارج الحروف وتحسين النطق، وكذلك رح نتعرف على حروف الـ vowels and consonants أو ما يعرف في حروف العلة والحروف الساكنة وكيف فينا نستخدمهم. خلال الدرس رح أعطيك تمارين عملية حتى نطبق الشرح ونستفيد بأكبر قدر ممكن. مرحبا بك يا صديقي المغامر في أول درس من دروس تعلم اللغة الإنجليزية من الصفر. اسمي رواد، مدرب ومقدم في قناة The English World. قبل ما نبدأ خليني أعطيك نصائح فيك تتبعها خلال الدرس حتى تستفيد بشكل أكثر. يفضل أن تكون قاعد بمكان هادئ بعيد عن أي شيء ممكن يشتت انتباهك، وحضر دفتر وقلم حتى تسجل أثناء الدرس، وأخيرا حضر لي مشروبك المفضل حتى نبدأ رحلتنا بأول درس. وإذا مهتم بتطوير الإنجليش فأنا أدعوك للانضمام إلينا في عالم اللغة الإنجليزية، حيث سنأخذك في مغامرة التعلم واستكشاف جميع جوانب الغامضة في هذا العالم من الصفر حتى الوصول إلى القمة. وهلأ بكفي مقدمات and let's get started. حروف الأبجدية في اللغة الإنجليزية بنسميهم English Alphabet، وعدد الحروف هو 26 حرف، وكل من هاي الحروف عنده شكلين. الشكل الأول هو Capital Letters، الثاني هو Small Letters. إذن حرف الـ A بهذا الشكل هو Capital Letter، وحرف الـ A بهذا الشكل هو Small Letter. طيب هلأ خلينا نشوف الحروف من البداية، والمهم أنك تردد معي حتى ندرب اللسان على النطق الصحيح. A B C D E F G H I J. ضروري تعرف الفرق بين حرف G و J. K L M N O P. وضروري كمان تعرف الفرق بين حرف B و P. Q R S T U V W X Y Z. باللهجة الأمريكية بنقول عنه Z، أما بالبريتش إنجليش فيك تقول Z. طيب هلأ وقف الفيديو واكتب لي هاي الحروف قبل ما نكمل. تمام، هلأ بناخد مثال على كل حرف حتى نمارس النطق بشكل صحيح. حرف الـ A يعطي الصوت A، مثل كلمة Apple. Apple. كرر معي Apple. The next letter is B، ويعطي الصوت ب، مثل حرف الباء في اللغة العربية، في كلمة book. Book. And the next one is C، ويعطينا صوتين. الصوت الأول هو ك، مثل كلمة cat، والصوت الثاني هو س، مثل كلمة city. في الدروس القادمة سأشرح قاعدة نطق حرف C. حرف D، وتعطي الصوت د، مثل كلمة dog. Dog. حرف E، وتعطي الصوت E، مثل كلمة ear. Ear. حرف F، وتعطي الصوت ف، ف، مثل كلمة fish. Fish. كرر معي fish. حرف G، وتعطي صوتين. الصوت الأول هو G، مثل كلمة good. Good. كرر معي good. أما الصوت الثاني هو G، مثل كلمة giraffe. Giraffe. أيضا سأشرح قاعدة حرف G لاحقا. حرف H،
وتعطي الصوت ه مثل حرف الهاء في اللغة العربية. كمثال كلمة home home حرف I I ويعطي الصوت I مثل كلمة ice. كرر معي ice. حرف J ويعطي الصوت J مثل كلمة jump jump. وقت ننطق هذا الحرف منقول د خفيفة في البداية. لاحظ J J. حرف K يعطي الصوت K K مثل كلمة كيت كيت. حرف L ويعطي الصوت L L مثل كلمة love love. حرف M M تعطي الصوت M M مثل كلمة man man. حرف N N تعطي الصوت N N مثل كلمة not not. حرف O تعطي الصوت O مثل كلمة oak oak. كرر معي oak. في بعض الكلمات يلفظ حرف O ك و مثل كلمة one. حرف P P تعطي الصوت P مثل كلمة pen pen. الكثير بيواجهوا صعوبة بالتفريق بين حرف البي والبي، لكن النطق الصحيح هو بي. نحبس الهواء وبنخرجه دفعة واحدة وكأنك عم تقول عم تطلع صوت ه بعد بي بي بي. جرب معي بي بي. حرف كيو تعطي الصوت كيو كيو مثل كلمة كوين كوين. حرف ال R تعطي الصوت R مو R R مثل كلمة run. حتى يكون لفظك باللهجة الأمريكية الصحيحة لازم تضخم حرف ال R وتقوله run run. حرف S تعطي الصوت S مثل كلمة sun. حرف ال T تعطي الصوت T T مثل كلمة top top. ردد معي بنفس الطريقة top. حرف U تعطي الصوت U مثل كلمة use. حرف V تعطي الصوت V V مثل كلمة van van. حرف W W تعطي الصوت W مثل حرف الواو في اللغة العربية. كمثال win win. حرف X تعطي الصوت X مثل كلمة box box. حرف Y تعطي الصوت Y Y مثل كلمة yellow أو كلمة you. كرر معي you or yellow. وأخيرا حرف Z وتعطي الصوت Z Z مثل كلمة zoo zoo. ممتاز. في اللغة الإنجليزية يوجد لدينا حروف العلة أو ما يعرف في the vowels، وهن حروف متحركة وعددهم 5 أحرف اللي هن حرف ال A E I O and U. هدول الحروف مهمين جدا، اكتب لي اياهم. ما تبقى من الحروف هي الحروف الساكنة أو ما يعرف في consonants. طيب هلأ بناخد مثال apple elephant igloo orange umbrella. مثل ما لاحظت هاي الكلمات تبدأ بحروف vowels. وقف الفيديو واكتب لي هاي الكلمات قبل ما نتابع. طيب هذا التمرين إلك، بدي منك تحدد لي كلمات اللي بتبدأ بحروف الفاولز.
إذن الكلمات التي تبدأ بحروف الفاولز هي apple, elephant, ice cream, orange, egg. وهيك بتكون أكملت أول درس بنجاح. استمر بالتدريب لأن التدريب والممارسة هي القوة التي تحول أحلامك البعيدة إلى حقائق قريبة. استفدت من الفيديو، لا تنسى تعمل لايك ومشاركة، وأراك في الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.